طيب ناخد أستاذة خلود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. كنت عايز أسأل بس فضيلة الشيخ سؤالين بعد إذنك. اتفضلي. أول سؤال، أنا دلوقتي حصل مشكلة بين ولية أمر مع يعني ابنها مع ابني في المدرسة، الدرس ضربوا بعض وأنا اتدخلت، وهي تتحزن عليا وبتدعي عليا شايفاني أنا الغلطان. حضرتك مدرسة يعني في المدرسة أستاذة؟ أيوه حضرتك. تمام. طيب عشان ابنها ضرب ابني فانا خليت ابني ضربه زي ما ضربه. انت خليتي ابنك يضربه؟ اه زي ما هو ضربه. تمام. ضربه جامد يعني، ضربه ضرب عوره وضرب جامد. طيب. انا خليته هو بقى ضربه يعني ضربه بسيطه بس ضربه. تمام. فهي تتحاسبين عليا بقى وبتدعي عليا وبتقول انا هدعي عليك ليل ونهار. فانا طيب. مش عارفه هل انا راضيها ولا انا مش غلطانه. السؤال الثاني، انا دلوقتي اخت جوزي حصل خلاف ما بيننا وانا ما بك... يعني انا حاولت اكلمها كذا مره، انا مش غلطانه بس انا حاولت عشان رمضان وكده اكلمها كذا مره، هي مش راضيه. تمام. وجوزي عشان مش شايفني انا مش غلطانه فحصل خلاف بينهم برضه وخاصمها. تمام. انا دلوقتي انا ما بقولها السلام عليكم ما بتردش، بس بترد بسرها، هي اختها بتقول لي كده، انا شايله ذنب؟ حاضر. انا بقول لجوزي كلمها ومالكش دعوه وما يعني تدخلش في الموضوع. طيب بص يا ام خلود، الواضح يعني من السؤالين انك يعني مش عايزه تبقي مذنبه او مش عايزه يبقى عليكي حاجه، وانك ضميرك زي ما نقول كده صاحي وحي يعني. هنبدا بسؤالك مباشره، اتفضل يا دكتورنا. في البدايه ولد ضرب ابنها، قالت لابنها اضربه، والست الثانيه بتحاسبين عليها. هو مش عايزين نحول المجتمع. أيوة. الى مجتمع عدائي او مجتمع انتقامي. خدت بال حضرتك، هو كمديره المدرسه او مدير المدرسه او المسؤول في المدرسه ياخد للواد حقه بما يضمن الا يتعدى عليه احد بعد ذلك، ده امر. الامر الثاني في نفس المشكله، هي طالما ما جتش عليها ولا ظلمتها خلاها تحاسب، انما يتقبل الله من المتقين. مش اي حد هيدعي انه مظلوم هيبقى يقال انه مظلوم، لا. تمام. قد يدعي انه مظلوم ويعيش المظلوميه وهو ليس بمظلوم، فهو ظالم. جميل. طيب اخت جوزها يعني حصل بينهم مشاكل وجوزها دلوقتي ما بيكلمهاش يعني ارضاء؟ هي كتر الف خيرها بتحاول ان هي تصلح ما بينها وما بين اخت زوجها، وبتقول لزوجها لا يوصل اهلك ومالكش دعوه بيا، ما فيش مشكله خالص، وده شيء طيب ورائع. لكن هل هي عليها ذنب؟ عليك ذنب في ايه؟ انت ليه بتجلدي الذات؟ عند علماء النفس اسمه جلد الذات، انت بتكلف نفسك فوق طاقتها ليه؟ من خلال المشكلتين انت بتحملي نفسك حاجه يعني فوق العادي. لا يعني مساله اخت زوجك، لا ما فيش اي ذنب. ما علاقه الذنب بهذه المشكله؟